إذا الشوط الثاني باللحظات عم ينطلق مشاهدينا على أمل إنه يكون الشوط الثاني حتى أجمل من الشوط الأول. فارس بترك الهواء لك، تفضل. شكرا شربل، شكرا كابتن جمال. بنرجع لبداية الشوط الثاني من هالمباراة، الأنصار متأخر بهدف قدام فريق العهد بنتيجة 1-2، الفارق بيناتهم هدف، الأنصار تقدم والعهد رجع عدل بعدها بدقيقة واحدة وسجل هدف تقدم عن طريق البلدوزر اللاعب العكيشي اللاعب التونسي اللي سجل هدفين اليوم، وأيضا هدف الأنصار سجلوا دفاع فريق العهد وحارس مرمى بالتساوي خطأ بمرمى هون. يعني اليوم الأنصار بعد ما قدر حدا يهز الشباك، سوني سعد كان غايب تماما بالشوط الأول، الحج مالك كمان كان غايب بالشوط الأول، في محاولات كانت أنصارية أبرزها لموني وحسن معتوق كان قائم وحارس المرمى بالمرصاد. الشوط الثاني الأنصار ما عنده شيء يخسره أبدا، لازم يروح أكثر للنزعة الهجومية، لازم يحط كل تقله بالهجوم، يجرب يضغط أكثر وأكثر، بس فريق العهد كلنا بنعرف بيعرف كيف يمتص الأمور. الفورة الأنصارية بده ينتبه الأنصار منيح من الهجمات المرتدة، لأنه العهد سجل الهدف الثاني والهدف الأول من هجمة مرتدة، يعني الهجمة كانت مرتدة، كان عم بيعرف كيف يوصل لمرمى فريق الأنصار وعم بيعرف كيف يسجل. هيدا هو العكيشي اللاعب التونسي يلي عم بيرتكب الخطأ هون، بس مبرمر قدامنا على الشاشة المدير الفني لفريق العهد يلي عنده كمان مسؤولية هالموسم كبيرة هي المحافظة على لقب الدوري. الأنصار صاحب أفضل خط هجوم بالدوري الموسم الماضي مع 53 هدف بمواجهة صاحب أفضل دفاع 9 أهداف الموسم الماضي، عم نحكي فريق العهد. العهد يلي أجرى تبديل اضطراري مع خروج أحمد زريق ودخول طارق العلي، وليد شور قدم شوط أول ممتاز، كرة مع حسين زين، حسين زين ما راح يقدر يتخطى الشبريكو، الشبريكو بيتعرض للخطأ بياخذ الفاول، الشبريكو الأمور واضحة، عملية التحمية عم بتكون من لاعبي فريق الأنصار، بينما فريق العهد ما في أي لاعب عم بيأدي عملية التحمية، وحسب النظام الجديد صار مقعد الاحتياط بضم 9 لاعبين مش مثل ما كان قبل، عم نحكي اليوم 7 لاعبين، هلا 9 لاعبين، 9 عم بيكونوا على مقاعد الاحتياط، يعني كله على بعض 20 لاعب بده يسجل الفريق. كرة عالية والمنصور ما بتوصل للعكيشة، مصدر الخطورة ومصدر الكرات ومصدر الإلهام ومصدر التسجيل عند العهد هو أحمد العكيشة. العكيشة يلي سمعته سبقته لبيروت من خلال مسيرته الاحترافية كان بألمانيا أو حتى بالسعودية. طارق العلي بيبعد الكرة، ترجع بتروح العكيشة، العكيشة 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 معه محمد حيدر بيلعب الكرة أمامية بتنقطع من عدنان حيدر، عدنان حيدر بمرر الكرة للواتي، اللواتي بيجرب اللواتي أمامية لعند موني، موني 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 حلوة كتير لعند الحاج مالك، الحاج مالك بيتقدم بده يسدد، بيسدد الحاج مالك، حلوة كتير الكرة من الحاج مالك إلى جانب مرمى محمد عمود، لو الكرة صابت المرمى كنا شفنا هدف التعادل من تسديده ولا أجمل. الحاج مالك حضر الكرة وسدد على يسار المرمى سنتيمترات قليلة كانت عم تفصل الحاج مالك عن هدف التعادل. هيدا أول خطر على مرمى العهد بالشوط الثاني، أول محاولة بالشوط الثاني كانت من فريق الأنصار، يعني محاولات الأنصار بالشوط الثاني رح تكون أكثر من محاولات العهد باعتبار التقدم عهداوي، والمحاولات الأكثر بدها تكون أنصارية. يبعدها كل هدوء نور منصور لعند حارس المرمى محمد حمود، بذكر العهد عم بيلعب اليوم بغياب الثلاثي الضارب مهدي خليل الجبل عيسى يعقوب وأحمد صالح، وأيضا سلامات لمهدي فحص يلي فترة غيابه رح تكون طويلة على الملاعب. طارق العلي، طارق العلي
طارق العلي لمين؟ مش لحدنا على الكرة، كان عم بجرب يحصل على ركلة ركنية طارق العلي. احتياط فريق الأنصار بضم عباس عطوي أونيغا المرشح الأول للدخول لدعم الفريق، بالإضافة كمان لمحمود الكجر، جهاد أيوب، معتز بالله جنادي، قاسم الشوم، ألفريدو جريديني، حسن حمود، وحارس المرمى حسن مغنية، والناشئ موسى طويل. العكيشي عم يتقدم، العكيشي عم يتعرض للخطأ وركلة حلوة. يعني شربل بدك توقف العكيشي، بدك ترتكب خطأ عليه ليوقف، وإلا المحدل البلدوزر ماشي وعم بيسجل وعم بيخلق فرص وعم بيربح كرات وعم بيقدر يهد اللعبة يموت اللعبة، وقت بيكون الأنصار مثل ما بقول وعم بيجرب يرجع لأجواء المباراة، بيعرف كيف العكيشي بخبرته يهد الأجواء كلها. يعني عم يقدم نفسه بشكل كتير كبير لجمهور الفوتبول بلبنان أحمد العكيشي اللي ما بيعرفه، تعرف عليه اليوم من دون شك بلقطتين بهدفين بلمستين، يعني بالشغل الكبير يلي عم يعمله حاليا على أرض الملعب هو النجم الأبرز. صحيح كان الأنصار عم يسجل لأول مرة بمرمى العهد بمواجهاتهم بالكأس السوبر، لكن العهد كان عم يرد عبر سلاحه الفتاك أحمد العكيشي يلي سجل الهدفين. إذا بالشوط الأول ركلة حرة حاليا لفريق العهد، خلفه بيوقف محمد حيدر رام 10 بيلعب الكرة إلى داخل منطقة جزاء، الخطورة العهدوية بهالكرة الرأسية لا، لأنه الكرة بعيدة عن مرمينا نزيه أسعد. شوفوا نزيه أسعد عم يستعجل لإعادة تحريك اللعب، الوقت يلي اللعب عم يتوقف بسبب إصابة خليل خميس. كنا عم نحكي إنه الأنصار لأول مرة بالكأس السوبر عم بيسجل بمواجهة العهد، لأن أول مواجهتين مثل ما ذكرنا ببداية اللقاء كانوا على هالملعب بالتحديد بصيدا وكانوا لمصلحة العهد. 1-0 بعام 2010 محمود العلي هو يلي سجل هدف الفوز، وبعام 2017 كان عم يفوز 2-0 العهد، هدفين كانوا لمحمد قدوح الموجود على مقاعد البدلاء، وأحمد زريق يلي خرج من الشوط الأول أو أواخر الشوط الأول مصاب ودخل مكانه طارق العلي. كل السلامات لأحمد زريق يلي عانى من الإصابة بشكل كبير بالموسم الماضي، لكنه عاد واستعاد مستواه، وبيأمل عاد أنه كمان يكون أحمد زريق حاضر للموسم الجديد. محمد قدوح بالمناسبة على ما يبدو الظهور الأول أو الظهور الأخير لإله، الأول والأخير خلينا نقول بالموسم الجديد مع فريق العهد اليوم، لأنه رح ينتقل إلى بنغلاديش بعد تلقي عرض احترافي مع أحد الأندية هناك. كل التوفيق أكيد للمهاجم الدولي. بالوقت الصراع مستمر، السقوط هون على أرض الملعب بعد الاحتكاك يلي حصل عبدالله طالب كان من جهة الأنصار يعني، وطارق العلي من جهة فريق العهد، كرة إلى خارج أرض الملعب. طارق العلي اللي عاد إلى صفوف العهد بعد إعارة إلى التضامن سور بإياب الموسم الماضي، كان موجود مع التضامن سور، بدون شك رح يكون له دور بالموسم الجديد خصوصا مع رحيل دوح إلى الخارج، وأيضا عودة أحمد حجازي إلى الإخاء الأهلي عليه. إضافة كبيرة بدون شك للفريق الجبلي اللي عم يستعيد هدافه وأفضل لاعبينه وأفضل الهدفين اللبنانيين بالدوري بالموسم الماضي أحمد حجازي. الحديث بين رئيسي الناديين نبيل بدر وتميم سليمان، وأكيد الطموحات الكبيرة اللي وضع كل واحد منهم للموسم الجديد. طارق العلي إذن رح يخرج لاستكمال العلاج، على ما يبدو تلقى كدمة بفخذه الأيسر بعد الاصطدام مع عبد الله طالب. اللعب رح يستأنف مع اقترابنا من دقيقة 55، أي مع مرور 10 دقائق على انطلاق الشوط الثاني من هاللقاء. أكيد بعد المباراة رح نتابع سوا تتويج الفريق البطل، فراح يحتفظ العهد باللقب العام الثالث على التوالي، أما الأنصار راح يكون له كلمة أخرى ويستعيده بعد غياب طويل. كرة حاليا على الجهة اليسرى، الشبريكو بيسلم موني،
موني محاصر بين لاعبين، شوفوا كيف تغرب يعملوا 2-1 على خط الملعب. لاعبي العاد ممتازين بالكماشة الدفاعية وبالمنظومة الدفاعية وطريقة تحركهم حتى دفاعيا ككتلة واحدة. هيدا الفارق يلي أو أحد الفوارق يلي فيه يقول بالشوط الأول كان بينهم وبين الأنصار. العكايشي مرة جديدة عم يتدخل ومرة جديدة على الكرة الأمام مع هيدا فاور، هيدا فاور، هيدا فاور لمنطقة الجزاء عم يسقط، ما في أي خطأ. الكرة عم تتخلص من امام الفعور، بتروح مره جديده لعند حسام اللواتي، اللواتي جميله جدا اللمسه لعند الشبريكو، الشبريكو، الشبريكو عم يتقدم بواصل تقدم ورقم 16 عم يزقط وفي خطا، خطا لمصلحه الشبريكو. الاعاده مره جديده، الخطا يلي حصل عليه من ربيع عطايا حسن شعيط الشبريكو. ركلة حرة إذن لفريق الأنصار، خلف الكرة حسام اللواتي، حسن معتوق وصاحب التسديدات الصاروخية حسن سعد سوني، كلنا منتذكر هدفه بمرمى السلام صغرتا على ملعب بيروت البلدي بالدوري. بشباكه لمصطفى مطر برأيي كان أشمل أهداف دوري ألفا ومنافس عليه طبعا إلى هدف سعد يوسف لأبقى طرابلس بالدرجة الأولى بمرمى الرسك بالمرحلة الأخيرة، لكن هدف سوني سعد فعلا كان من عالم آخر. سوني سعد هو على ما يبدو رح يسدد كرة قوية، سوني 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 بيتقدم بيسدد، وهالمرة الكرة بين يدي محمد حمود. التسديدة القوية كانت من سوني سعد منتظرة لكن راحت سهلة باتجاهه لمحمد حمود. كمارا كرة بالخطأ إلى خارج أرض الملعب، ما قدر يلحق فيها لا البيطار ولا عبد الله طالب، رمي التماس راح تكون لمصلحه العهد. العهد مرتاح، فارس عارف حاله شو عم يعمل على ارض الملعب. اذا فينا نقول مع بدايه الشوط الثاني الوقت يلي الانصار بده يرمي كل تقله لمحاوله ادراك التعادل. يعني محاوله فريق الانصار لهلا ما عم تنجح، محاوله كانت من سوني ساعات تسديده كانت سهله كثير بين ايدين محمد حمود. عبد الله طالب يبعد الكره اول مره والثاني مره قلب دفاع فريق الانصار اليوم. عبد الله طالب الى جنبه عم بيكون ابو بكر كمارا، ابو بكر كمارا يلي اليوم عم بيشارك كاساسي وما صار له فتره واصل يعني على لبنان. الفريدو جريديني القادم الجديد الوافد الجديد لفريق الانصار عم بيستعد ليدخل لارض الملعب. الفريدو جريديني اللي شفناه مع فريق السلام صغرتا عم بيدخل بدلا من حسن بيطار، وتبديل ايضا ثاني بصفوف فريق الانصار مع دخول عباس عطوي اونيك. هذا التوقعني بعد 10 دقائق عباس عطوي يدخل، هذا الشيء بعد 13 دقيقه عم يدخل عباس عطوي لارض الملعب بدلا من موني رقم 20 مش رقم 19. فاذا موني خارج ارض الملعب وعباس عطوي بدلا منه، هيدا التبديلين يلي اجريهم نزار محروس. شبريكو لحسن معتوق، حسن بيتقدم بمرر للواتي، اللواتي بغير اتجاه الكره على اليمين، اول كره عم يلمسها الفريدو جريديني وفي خطا، وفي خطا واضح هون، مطالبه ببطاقه صفراء، مطالبه ببطاقه صفراء لالفريدو جريديني. واضح انه في كمش، يعني اذا محمد درويش عطى بطاقه صفراء ما حدا رح يحاسبه ابدا، والشيء اللي بصير واضحه الامور، بس محمد درويش على مهله ما بده يتسرع ويعطي بطاقه على السريع. اسرع بطاقه صفراء عم بتكون لالفريدو جريديني اول ما دخل على الملعب باول كره باول احتكاك عم يرتكب الخطا وعم ياخذ بطاقه صفراء، هي الثانية لفريق بعد موني. موني اللي خرج من أرض الملعب، الكرة عكيشة 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 بياخد الكرة بإيده، بياخدها بإيده هالمرة اللاعب التونسي، انتبه لهالشي تيسير بدر، رفع رأيته الحكم المساعد هون العكيشة ونزيه أسعد. الأمور منا للصالح ابدا فريق الانصار، عم يجرب العكيشي يستفز اللاعبين. الحج مالك بيلعب الكره، نور منصور بيبعدها،
اليوم في لاعبين من فريق الأنصار عم بيشاركوا بس غايبين بأرض الملعب. كرة أمامية مع اللواتي 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 اللواتي، تدخل سريع بيكون من خليل خميس. الهدف الأول يعني يعتبر لمحمد حمود خطأ ببرمي مش لخليل خميس. كرة لأنه وقت سددها أبعدها خليل خميس صدمت بالقائم وما دخلت، يعني كانت رايحة لخارج الملعب، بس محمد حمود فاجأته وحط إيده ودخلت الكرة داخل الشباك. الكرة لخارج الملعب رمي تماس، يعني أول ربع ساعة المطلوب من لاعبي فريق العهد نفذوا إنه يمتصوا الفورة الأنصارية، وهذا اللي كان طالبوا منهم باسم مرمر أكيد بين الشوطين. محمد حيدر بيتقدم 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 بيرفع الكرة داخل منطقة الجزاء بين إيدين نزيه أسعد. نزيه أسعد على السريع ما عم بضيع وقت أبدا بمرر للواتي. اللواتي اللواتي بحديث كنت مع اللواتي بطرابلس وعم بسأله عن العكيشي، فكان عم بيقول لي لاعب من الطراز عالي جدا، لاعب ممتاز وبيعرفه كتير منيح. مراد ايضا لاعب فريق النجمه ممتاز جدا، واللواتي يعني ثلاث لاعبين توانسي عم بيكونوا مكسب فعلا لكره القدم اللبنانيه وللمستوى اللبناني لمستوى الدوري وللفرق اللبنانيه. وقت بنلاقي هيك لاعبين من هالمستوى العالي عم يشاركوا عنا هذا شيء كثير منيح. عباس عطوي اونيكا اول كره عم يلمسها بيتقدم، عباس بيلعب الكره اماميه حسين دقيق بيبعدها بسهولة. ربيع عطايا عم بيقدم مباراة جيدة جدا اليوم. ربيع عطايا باقت الأمور شربل، يعني تبديلين أجريهم الأنصار، تبديل وحيد أجري فريق العهد وتبديل العهد كان تبديل اضطراري، والنتيجة بعدها ما تغيرت. 17 دقيقة بالشوط الثاني الأمور مثل ما بده العهد لهلأ، الأمور ماشية باعتبار النتيجة لصالحه. يعني من المفترض أنه الأنصار يتحرك بشكل أفضل، تحديداً أنه يعود ذهنياً للمباراة، يعرف ينظم صفوفه على الصعيد الهجوم ويعرف ينقل الكرة بالشكل الصحيح إلى الخط الأمامي مطرح ما موجود سوني سعد الحاج مالك وحسن معتوق. طبعاً مع دخول عباس عطيو أونيكا معتوق رح يكون له دور أكبر على طرف الملعب، تحديداً على الجهة اليسرى مع الكرة الأمامية ملعوبة مقطوعة مجدداً. سوني سعد على الجهة اليمنى أصبح موجود مع كرته الأمامية لأونيكا. أونيكا لمسة جميلة لعند حسام اللواتي، اللواتي بيلمها وبيلعبها للأمام للمعتوق. المعتوق بده يروح، المعتوق بده ينطلق، المعتوق 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 هون عم يتوقف مجدداً. وليد شور عم يعمل شغل كتير كبير على الصعيد مراقبة حسن معتوق، يعني اليوم يلي مش حاسس بشغل وليد شور بأكد لكم انه هاللاعب عامل شغل كبير على ارض الملعب. بالموسم الماضي شفناه اخذ دور اساسي مع فريق الراسين، كان معار من قبل العهد، عاد الى العهد، وطبعا اليوم عم بيكون موجود بشكل اساسي الى جانب هيثم فاور. حسام اللواتي عم يلعب الكورنر، اللواتي بيلعب الكورنر داخل المنطقه، الكره عم تتحول بالراس بعد ما خلصت بعد ما انتهت مقطوعه. ممكن التسديده من اونيكا، التسديده بالقدم اليسرى من عباس عطيو اونيكا. رغبة كبيرة بالتأكيد عند الرقم 10 للتسجيل بفريقه السابق. كرة مرت فوق مرمى لمحمد حمود بالإعادة مرة جديدة. شوفوا يمين شمال ما عنده مشكلة أبدا الأونيكا، بالقدمين بيقدر يسدد بشكل دقيق، لكن هالمرة كرته مرت فوق مرمى للحمود. كان سجل بالمباراة النهائية لكأس النخبة هدف جميل بمرمى شباب الساحل، لكن ما كملت مع الأنصار يلي كان عم يخسر بركلات الترجيح بنهاية المباراة. الأسبوع المقبل طبعا بحسب الجدول يلي وزعه الاتحاد المفترض انه ديربي الأنصار والنجم والمباراة الافتتاحية لموسم 2019-2020 راح تكون على ملعب مدينة كمين شمون الرياضية يوم الجمعة. مرحلة أولى في عدد من المباريات المنتظرة مثل مباراة الصفا والإخاء الأهلي علي، أيضا تضامن السوري بيلعب مع شباب البرج، وسلام صغرطة بيلعب مع البرج، وشباب الساحل بيلعب مع الغزية. بالوقت يلي حاليا في كرة ملعوبة إلى داخل منطقة مقطوعة
لكورج يد العهد ما رح يلعب بالمرحلة الأولى، مباراته مع طرابلس رح يتم تأجيلها إلى 25 الثاني طبعا بسبب انشغال العهد بالاستعدادات وبتركيزه الكبير على نهائي منطقة غرب آسيا بكأس الاتحاد الآسيوي أمام الجزيرة الأردنية. من جديد بالتوفيق لبطل لبنان تحت أنظار جمهور الأنصار. محمد حيدر عم بينفذ الكورنر، راح يحمل شيء جديد. حيدر بيلعب الكورنر قصير، تبادل للكره هون كان مع نور منصور، ايضا محمد حيدر بقدمه اليمنى بيلعب الكره العرضيه، بتتحضر ممكن التسديده، ممكن التسديده، لكن التسديده هالمره الى خارج ارض الملعب. محاوله كانت من ربيع عطايا فوق مرمى لنزيه اسعد. على الجهة اليسرى مجددا الانصار مع الشبريكو، الشبريكو بيحاول يمر بيلعب الكره العرضيه. الحاج مالك اليوم ما شفنا الحاج مالك بخطورته المعهوده، وينه الحاج مالك؟ هيدا السؤال الكل عم يسال عنه. الفريدو جريديني لاعب سلام صغرتا السابق الكره الى خارج ارض الملعب، رمي التماس للعهد. الوقت عم يمر سريع على الانصار، عهد مرتاح عارف مثل ما قلت شو عم يعمل على ارض الملعب، عارف كيف يتحكم بايقاع اللعب، خلى وتيره المباراه تكون ابطا بكثير، عم يستحوذ ببعض الاحيان لكن طبعا ما عم يغامر بالهجوم، امر طبيعي اذا ما اراد احراز اللقب انه يكون حذر، وخصوصا بالربع الساعه الاخير إذا بقيت النتيجة على حالة. لكن بأي لحظة وجود لاعب مثل أحمد العكاشي ممكن يعمل فارق بالوقت اللي طارق العلي عم يخطف الكرة أمام ألفريدو جريدين. طارق العلي كرة جميلة جدا، لكن نزيه أسعد، نزيه أسعد توقيت ممتاز قبل العكاشي، خرج والتقط الكرة، لكن الشغل الممتاز كان عم يعمله بالكرة الأخيرة طارق العلي. عدين حيدر من جديد مع ألفريدو جريديني، جريديني لعند المعتوق انتقل الى الجهه اليمنى، هيدا تبادل المراكز اللي كنا عم نحكي عنه. المعتوق ممتاز الكره لافريدو جريديني، مطلوب الكره العرضيه، جريديني بحاول يمر لكن ممنوع تمر، ممنوع تمر. هيدا الامر يلي دائما بيقوله هيثم فعور لاي لاعب بمواجهته، الكره عم ترجع للانصار مع عدنان حيدر، منه لعند حسام اللواتي، البحث عن التسديد، البحث عن التمرير، سوري ساعد جميل جدا لعند الحاج مالك، لكن الكره عم تنقطع، عم تنقطع باللحظات الاخيره بشكل ممتاز كانت من خليل خميس المعتوق بعرض الملعب. ايضا الكره والتسديده، انما هالمره التسديده ضعيفه من عباس عطيونيكا، بتروح بين يدي محمد حمود مقعد بدلاء فريق العهد. عم نشوف احمد زريق الاصابه على ما يبدو بالركبه اليمنى لنجم فريق العهد. الدقيقه 68 والكرة الأمامية من جديد باتجاهه لمحمد حيدر، بالتأكيد رح يوصل لها حيدر، بيحصل على هالكرة لاعب واحد داخل منطقة الجزاء هو العكاشي. محمد حيدر بيتقدم باتجاه المنطقة، بيدخل منطقة الجزاء محمد حيدر، شو ممكن يعمل بهالكرة؟ بيلعبها لعند مين؟ بيلعبها لعند طارق العلي أو لعند ربيع عطايا، هالمرة لعند طارق العلي، طارق العلي، طارق، طارق بجرب يغير اتجاه اللاعب، تمريرته خاطئة تماما لطارق العلي، بتروح بسهولة تامة لعند حسام اللواتي، بيدوره بمرر كرة خاطئة من المرات القليلة اللي بنشوف فيها حسام اللواتي عم يمرر الكرة بطريقة خاطئة. هيثم فعور منه لعند حسين دقيق، الدقيق 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 الدقيق، بحاول يتقدم عم يسقط، عم يسقط حسين دقيق أمام سوني سعد، وخطأ لمصلحة العهد فارس. العهد طبعا ببرودة أعصاب ممكن يقتل المباراة بأي لحظة، يعني العهد عم بيقدر يعمل اللي بده اياه. الانصار لهلا فرصه قليل كثير بالشوط الثاني بعكس ما كنا متوقعين، انه الانصار بده ينزل بده يضغط اكثر واكثر، بس بعد في وقت كافي لفريق الانصار ليقدر يركز اكثر هجماته، خاصه مع الحاج مالك وسوني سعد اليوم اثنيناتهم اذا بدكم غايبين عن صفوف المباراه بشكل واضح. خطا لفريق الانصار، محمد درويش عم بيشير وين صار الخطا ومكان الخطا، واللواتي اللي عم يتعرض للخطا، ركله حره انصاريه مع عبد الله طالب بالاعاده، الفاول اللي صار واضح كان، الخطا كان من محمد حيدر، ركله حره بتتنفس، اللواتي بيرجعها لعند عبد الله طالب، عبد الله طالب بمرر بدوره لعند عدنان حيدر، عدنان حيدر عم بجرب
السريع يوصل الكره، بيجي المعتوق بيتراجع للخلف. اليوم المعتوق اللي عم بيلعب خلف المهاجم اليوم بمركز جديد للمعتوق، كنا نشوفه اكثر بهالمركز مع فريق النجمه. بيتقدم حسين زين، حسين زين بجرب يلعب الكره لعكيشي، ما راح تفلت ابدا من عبد الله طالب هالمره، بتروح لعند عدنان حيدر للواتي، لواتي 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 على الجهه اليمنى معه هيثم فعور، لواتي بيدخل منطقه الجزاء، حسين دقيق بضب دغري ليساعده لهيثم فعور، الضغط موجود، الحاج مالك بمرر وتسديده بعيد بعيد من سوني سعد، سوني جرب يسدد على القليله، سوني عم بجرب يعمل شيء بهالمباراه ولو محاولاته لهلا ما نجحت. 71 دقيقة على بداية المباراة، هل رح يتمكن العهد انه يحرز كأس السوبر مرة جديدة او الانصار رح يجر العهد على الاقل لشوطين اضافيين؟ لهلا 64 مباراة جمعت بيناتهم، العهد فاز 20 مرة، الانصار 28 مواجهة لصالحه، والتعادل كان ب 16 مباراة. الانصار قدر يسجل 82 هدف بينما سجل العهد 71 هدف. العكيشي عم نحكي عن المواجهات والاهداف قبل هاللقاء، بده ينتبه الانصار، هدف لفريق العهد بينهي المباراه، بيحسم المباراه، بيقتل المباراه، بده ينتبه كثير منيح. وليد شور اضاع الكره، وليد شور بوقت عدنان حيدر عم بيقدر يدافع مثل ما لازم، ترجع بتروح الكره لعند نور منصور، نور منصور بيرجع لعند محمد حيدر، محمد حيدر بيلعب الكره مباشره على المرمى، انتبه انه نزيه اسعد شوي مقرب، والتبديل الثالث والاخير من ناحيه فريق الانصار. الهيئه نزار محروس قرر مين، لانه دعى كل اللاعبين ليجوا يقعدوا على مقعد الاحتياط، ما في لزوم بقى للتحميه ابدا، حسب لمين بده يلجا نزار محروس. جمهور الانصار يلي منه راضي ابدا عن الاداء لهلا بهالمباراه، محمود كشك بتصور هو الخيار الانسب بين اللاعبين اللي موجودين على مقاعد الاحتياط، باعتبار النتيجة تأخر الأنصار بدك لاعب مهاجم. حج مالك، حج مالك بمر لحسن معتوق، حسن معتوق، حسن معتوق بسدد حسن معتوق الكرة، بس عليه مدافعين، عليه مدافعين، ما رح يتركوه أبدا للمعتوق، ما رح يقدر يتحرك المعتوق مثل ما بده، ما رح يكون مرتاح. في تسلل، الحكم بيشير لتسلل على العكيشي، عم بيعترض نزار محروس، عم بيطلب انه خلص اللعبه ماشي، ما في خطوره ابدا، ادفانتج ما زالت مع سوني سعد، برجع للواتي، اللواتي على الجهه اليسرى، شبريكو منه لسوني سعد، بيرفع الكره داخل منطقه الجزاء، بيبعدها طارق العلي، طارق العلي عم يبعد الكره، بتوصل عند المعتوق، المعتوق معه حسين دقيق، المعتوق وحسين دقيق، المعتوق وحسين دقيق، المعتوق بيكسر الكره بس اجتاز خط الملعب وركلة مرمى لصالح فريق العهد. جمهور العهد هوني يلي عم بيصفي لحسين دقيق بعد هالكرة، هون بالإعادة التمريرة الأمامية يلي كنا عم نشوفها نحن وياكم، 74 دقيقة الوقت عم بيمر بسرعة كتير على لاعبي فريق الأنصار يلي النتيجة منا لصالحهم أبدا. محمود الكوجك رح يكون الخيار الثالث لنزار محروس بعد لحظات قليلة. طارق العلي ما بيقدر يعمل كنترول أبدا لهالكرة، سريعة كتير كانت وبعيدة. محمود الكوجك يلي رح ينزل بدلا من أحد اللاعبين، وعلى أرض الملعب بهالوقت وليد شور، وليد شور قدم مباراة كبيرة ومكسب كبير رح يكون لفريق العهد هالموسم. هل رح يكون في تبديل لوليد شور؟ محمد حيدر عم بيطلب تبديل سريع لوليد شور، وحكم المباراة عم بيطلب من الصليب الأحمر الدخول لنقل وليد شور لخارج أرض الملعب. يعني مباراة مع الأنصار هي تحضير جيد لمباراة الجزيرة الأردنية، بس كمان الخوف من الإصابات، هيدا يلي عم بيرافق لاعبي فريق العهد. وليد شور بيقوم
ورح يترك أرض الملعب للحظات قليلة قبل ما نعرف إذا رح يقدر يكمل المباراة أو لا. محاولات رح تكون بآخر 15 دقيقة من فريق الأنصار، وفي إنذار، في إنذار لوليد شور. وليد شور عم يحصل على بطاقة صفراء، والتبديل بهالوقت خروج وليد شور ودخول حسين منذر. حسين منذر يلي بيدخل لأرض الملعب. منذكر شربل انه هيدي المباراة الأخيرة لمحمد قدوح، محمد قدوح يلي رح يحترف في بنغلاديش. انه الله يوفقه، يعني كلنا بنعرف اللاعب اللبناني بيجي احتراف بده يروح، وهيدي امور يعني هو بيعرفها اكثر. كيف الملاعب ببنغلاديش؟ هذا السؤال. على كل حال بملعب صيدا البلدي مستمرة الأمور بتقدم العهد على الأنصار بنتيجة 2-1 قبل أقل من ربع ساعة على نهاية اللقاء السوبر بين بطل الدوري والكأس ووصيفه بالموسم الماضي خليل خميس. بيحاول يلعب هالكرة الأمامية باتجاه لربيع عطايا، السباق للكرة مع حسن شعيتو الشبريكو يلي هو عم يصلى قبل. الشبريكو بيلعبها لعند سوني سعد، انتقل إذن إلى الجهة اليسرى بوجود المعتوق على الجهة اليمنى، وأكيد بيروح أكثر المعتوق للعمق عند ما عم يتأخر أونيكا لمحاولة تحريك اللاعب عدنان حيدر عم يعمل صلة الوصل حاليا. الكرة لعند الشبريكو بيحافظ عليها، الشبريكو بيلعب الكرة لعند سوني اونيكا مجددا، التمريرات القصيرة لعند اللواتي. اللواتي 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 ما قدر يسدد هون، الرقابة من الفعور كبيرة على اللواتي، لكن ايضا التمريرة ما كانت عم توصل لعند الفريدو جريديني، وقفت قبل ما توصل لعند الفريدو جريديني. يعني ما حنكرر نفس الامر ونحكي عن ارضية الملعب. سنتو تعرفوا الوضع بشكل عام مشاهدينا. عبد الله طالب ايضا عم يخطئ بالكره امام مين؟ امام العكايشي البولدوزر التونسي، عم يحاول ينطلق لكن هالمره عبد الله طالب عم ينجح انه يوقفه مش لوقت طويل، لانه العكايشي ما بيستسلم، ملا محارب ملا مقاتل. البولدوزر فعلا اسم على مسمى، فازوا منيح تحركات العكايشي. يعني بالكره الاخيره في اعتراضات كثيره من العهد انه العكايشي ما ارتكب خطا، رح نشوف هون اللي صار. العكايشي عاد ليستعيد الكرة لما من جديد، وهون استعمل ايده اليمين لأبعاد عبد الله طالب. كان في خطأ على احمد العكايشي، بيتوقف احمد العكايشي بصراحة ما بحسد اي مدافع عم بيواجه البولدوزر التونسي بمباراة اليوم. مع اللواتي حاليا لعند عدنان حيدر، انشط لاعبي الانصار بخط الوسط منه لعند اللواتي، بعده مكبل، بعده اذا فينا نقول اللواتي ملتزم بالمركز يلي موجود فيه، مركز الارتكاز بالوقت يلي برايي لازم يتحرر اكثر اللواتي ويروح يشارك بالحاله الهجوميه. هذا الامر طبعا بيقرره المدير الفني نزار محروس، في حال اراد من اللواتي الالتزام بمركزه او يتركه يروح اكثر للامام ويقدر يشكل الإضافة ويقدر يشكل الخطورة مثل ما تعودنا على حسام اللواتي. عبد الله طالب يختار يلعب الكرة بوسط الملعب لعند الأونيكا، الكنترول تحت الضغط بتروح لعند كامارا، شبريكو من جديد لعند المعتوق. المعتوق ثلاث لاعبين على حسن معتوق، شوفوا ثلاث لاعبين على حسن معتوق، بيعرفوا كثير منيح خطورته لحسن معتوق، عم يعرفوا كيف يتعاملوا معه. يعني اليوم أحد أبرز أسباب تفوق العهد أيضا هو كيف إيقاف معتوق مفتاح لعب الأنصار يلي عم يستلم الكرة بكل مطرح بالملعب. المعتوق طارق العلي أيضا عم يعمل مجهود دفاع، طارق العلي بيخلي الكرة داخل أرض الملعب، عدنان حيدر بيحاول يسكر عليه لكن طارق العلي بيلعبها لعند محمد حيدر، ممتازة الكرة من محمد حيدر، رؤية ممتازة من ربيع طايل لعند أحمد العكايشي، المواجهة العكايشي العكايشي العكايشي، ممكن الهاتريك ممكن الهاتريك ممكن الهاتريك. يا سلام يا عهد ويا سلام يا عكايشي على الكرة الأخيرة، الهجمة المرتدة المثالية كادت مرة جديدة تنتهي بالشباك الأنصارية. رؤية محمد حيدر لا حابب شوفها من قبل، لأنه محمد حيدر الرؤية الممتازة هي اللي فتحت الملعب، وأيضا تمريرة ربيع عطايا، لكن سيء الحظ كان العكايشي بالكرة الأخيرة. رائع جدا العهد عندما يهاجم بمتع العهد بثلاث لمسات، قدر يوصل لمنطقة الأنصار وقدر العكايشي يواجه نزيه أسعد ويقدر يصنع الخطورة. كرة إلى خارج أرض الملعب، رمي التماس لفريق العهد. حسين زين عم يتقدم، عم بيواصل تقدمه، عم بمر بيلعب الكرة للأمام بعد عهدوية، كمارا هو يلي عم يقطع. حسين دقيق
لمواجهة الحاج مالك. المرة الحاج مالك عم يقدر يتفوق، وأيضا حسن معتوق هو يلي عم يستلم. المعتوق بيلعب الكرة على الجهة اليمنى لعند ألفريدو جريديني. جريديني جريديني من مرة أولى عم ترتد إلى خارج أرض الملعب. بالوقت يلي محمود كوجك من جهة الأنصار وعلي حديد من جهة العهد عم يتحضر للدخول. حسن معتوق مجددا لعند سوني. لمسة جميلة من سوني لعند حسام اللواتي. اللواتي اللواتي يا لواتي لواتي مباشرة بين يدي محمد حمود اللي عم يحط الكرة مباشرة إلى خارج أرض الملعب. أحمد العكاشي موجود مصاب، وهالأمر وتوقف اللعب رح يسمح بإجراء تبديل لكل فريق. كوجك رح يدخل من جهة الأنصار وعلي حديد من جهة العهد. التبديل الثالث لكل واحد من الفريقين. العكاشي عم يخرج على الحمالي. كل التحية لعناصر الصليب الأحمر. وأكيد دورهم المهم بإنجاح المباريات وإخراجها بسلامة تامة. العكاشي إذن هو يلي رح يترك مكانه لعلي حديد بطل المباراة إذا فينا نقول. يعني خسارة، كنا حابين نشوف أكثر العكاشي عم بيشارك بهالمباراة. وكوجك عم يدخل مكان حسام اللواتي. إذن للمرة الأولى بهالمباراة تبديل مش مركز بمركز، لأنه سحب لاعب وسط مدافع وإدخال مهاجم. محمود كوجك يلي خلال الفترة التحضيرية وخلال كأس النخبة شارك لعدد جيد من الدقائق مع فريق الأنصار، وكان بالمناسبة سجل هدف الفوز للأنصار بمرمى الإخاء الأهلي عليه بدور المجموعتين. الدقيقة 82 إذا فارس 8 دقائق متبقية على نهاية المباراة. والسؤال يلي بيطرح نفسه، مين رح يقدر يحسم الموقع السوبر؟ هل هو العهد؟ هل هو الأنصار؟ لحد الوقت البطل هو المتفوق. يعني لهلا 37 دقيقة لعب بالشوط الثاني لفريق الأنصار. الأنصار غائب تماما بالشوط الثاني عن المحاولات على مرمى فريق العهد. العهد كان عنده الفرص الأخطر بالشوط الثاني، خاصة عن طريق العكيشي من كرة انفرادية كانت. عباس عطي أونيغا عم بيطلب منه أنه المدرب نزار محروس يكونوا أسرع للاعبين، يوصلوا أسرع لمنطقة جزاء فريق العهد مع دخول علي حديد وكرة من الحج مالك الغائب عن مباراة اليوم. الحج مالك وسوني سعد ما خلقوا الخطورة المطلوبة أبدا على مرمى فريق العهد. العهد يلي من بداية اللقاء برجع بقولكم ما بيتأثر بغياب الأسماء أبدا، مع كل التقدير للجبل ولعيسى يعقوب وأحمد صالح، هيدا الفريق البطل وصورة البطل يلي لازم دايما البديل يكون موجود. فريق الأنصار استعين بخدمات أبو بكر كمارة من بعد فترة تجريبية لعدد من المدافعين، ما مشي حالهم، ما أخذوا رضا أبدا الجهاز الفني لفريق الأنصار. أبو بكر كمارة عم يرجع ليكون مع الفريق بكأس السوبر وبمبارية الدوري العام. عباس عطوي أونيكا بمرر لألفريدو جريديني. ألفريدو جريديني على الجهة اليمنى بيلعب الكرة مع المعتوق. ألفريدو جريديني بيلعب الكرة داخل منطقة الجزاء. الحج مالك بحضرها لمين؟ لربيع عطايا. حسين منذر، حسين منذر بيتقدم بيلعب الكرة أمامية لطارق العلي. طارق العلي مع خروج العكيشي بتصور الخطورة رح تغيب عن مرمى فريق الأنصار، وفي انذار لأبو بكر كمارة. أبو بكر كمارة عم يحصل على الانذار بعد الخطأ على طارق العلي. خطأ كان قاسي على طارق العلي، والوقت عم بيمروا 84 دقيقة. فريق العهد المطالب بالمحافظة على النتيجة، على تقدمه ليحرز كأس السوبر، ليروح للقب جديد، لانتصار جديد. والخسارة بتكون الثانية على الطويلة للأنصار بعد كأس النخبة. إذا خسر المباراة بتكون كمان كأس السوبر. الأنصار يلي أحرز الكأس 5 مرات، النجمة 6 مرات، الصفا مرة، والعهد 7 مرات. بحال فوز العهد اليوم بيروح للقبه الثامن بكأس السوبر، بيبتعد عن النجمة بفارق لقبين. حسن معتوق، حسن معتوق بمرر ألفريدو جريديني. ألفريدو لسوني، سوني على الجهة اليمنى. سوني
منه للأونيكا. بعد الكرة أنصارية، ما زالت أنصارية. ألفريدو شريديني بده يرفع الكرة داخل منطقة الجزاء، بيطلع محمد حمود على أرض الملعب. محاولة جديدة، محاولة لفريق الأنصار لتعديل النتيجة. المعطوق كان عم بيسدد، عم تصطدم بالدفاع، بيرجع الحمودي بياخذ مكانه، والحمودي بيطلع من مرميه وبيلتقط الكرة وبياخذ الخطأ، وبده يهدي اللعب. طبيعي يهدي اللعب هلا الحمود يلي رح ينزل على أرض الملعب بكل ذكاء ليهدي هالفورة الأنصارية من خلال هالهجمة يلي كانت هون. ما كان بشي أبدا حمود، شايف إنه الحكم تابع اللعب، رجع أخذ مكانه داخل المرمى وبالنهاية على أرض الملعب. هلا لتم معالجة محمد حمود، بيكونوا اللاعبين استعادوا نشاطهم شوي، بيكون بس المرمر عطى التعليمات يلي بده يعطيها مع اعتراض كبير عم بيكون من عباس عطوي بحال إضاعة الوقت. على كل الحكم هون محمد درويش موجود لا يعطي الوقت كله. ثلاث لاعبين من فريق العهد دغري بياخدوا، بغطوا المرمى، بيوقفوا على خط المرمى. والمحاولة الجديدة كمان مع محمد حمود اللي بيقدر يقوم بالمطلوب منه لهلأ بهالمباراة 86 دقيقة والوقت عم بيقرب على نهايته. كأس السوبر، هل رح يكون عهداوي أو رح يكون أنصاري أو رح نشوف شوطين إضافيين؟ عالم كرة القدم ما بتعرف المستحيل أبدا. يعني نرجع منقول شربل إنه ثلاث أهداف اللي تسجلوا بمباراة اليوم، ثلاث أهداف هندي من فريق العهد. طبعا محمد حمود يلي كان حاضر بحالة الهدف الأول بعد ما حول الكرة خليل خميس باتجاه مرمى. 1-0 كانت صارت النتيجة من بعد العكايش، مذكر قدر يسجل هدفين لانتهي الشوط الأول 2-1. هذه هي النتيجة الثابتة لحد الوقت وقبل 3 دقائق على نهاية اللقاء. طبعا هناك الوقت المحتسب بدل عن ضائع، المباراة وقفت بأكثر من مناسبة لعلاج أحد اللاعبين بالوقت يلي الكرة أمامية. الكنترول من الحج مالك والكرة للمعطوء، المعطوء بحاول يلعب الكرة أمامية باتجاه الكشف، مقطوعة من حسين دقيق بفدائية عالية، والهجمة المرتدة على هدوية ممكن تكون حاليا موجودة مع ربيع عطايا، بحاول ينطلق بالكرة العطايا العطايا العطايا، لمين رح يعطيها العطايا؟ مش لحدا بلا العطايا، عم يتابع مشواره وعم يحصل على خطأ من محمود كجوك. بالإعادة مرة جديدة العطايا، ثلاث لاعبين من الأنصار ما قدروا يوقفوه وحصل على الخطأ من محمود كجوك. والعهد من جديد كرة إلى خارج أرض الملعب. كمارا ما عنده أي ثانية، ما عنده أي دقيقة يضيعها. فريق الأنصار عطنين حيدر لعند أونيكا، راح يقدر ساحر فريق الأنصار يعمل واحدة من تمريراته الساحرة، واحدة من تسديداته الماكرة، ويقدر يرجع الفريق على السكة الصحيحة. مع المعطوب بيلعب الكرة عند ألفريدو جريديني، ألفريدو بيلعب الكرة العرضية، الكنترول من الحج مالك، كنترول من الحج مالك والتسديد إلى خارج أرض الملعب. اليوم مش يومه للحج مالك بالتأكيد، هيدا أمر في أحسمه في أجزم إن الحج مالك اليوم منه موفق أبدا، عمل الكنترول سدد لكن كرته بعيدة جدا عن مرمى محمد حمود. قليل لنشوف الحج مالك ما يكون عنده على إحساس أمام المرمى. الدقيقة الأخيرة دخلنا فيها، الأنصار ظهروا للحياة حاليا وبش بالتأكيد باتجاه واحد هو منطقة جزاء العهد ومرمى محمد حمود. أونيكا جريديني، ألفريدو، كرة عند سوني سعد، أيضا ما شفنا سوني سعد يعني موسم كثير من الكرات، اكتفى بالاستلام والتسليم والدخول بإيقاع اللعب مثل ما كان عم يحركه محمد حيدر وربيع عطايا وأحمد زرق بمرحلة أولى بهالمباراة، يعني كانوا بمواجهته
دائما لسوني بمحاولة لإيقافه. خمس دقائق من الوقت المحتسب بدل عن ضائع، رح ندخلهم بعد شوي بالوقت يلي حسين زين هي اللي كان عم يقطع هالكرة. بعد احتياط الانصار موني معتز، موسى الطويل وجهاد ايوب بحالة ترقب. الوقت يلي لعب متوقف مرة جديدة. كأس السوبر أصبح موجود وقريب من واحد من الفريقين، والأقرب لإله هلأ فارس بالتأكيد هو فريق العهد. يعني بعد باقي أربع دقائق من الوقت المحتسب بدل عن ضائع، خمس دقائق عم يعطيه الحكم محمد درويش قبل ما يبلش فريق العهد الاحتفالات. كرة أمامية ما في تسلل، اعتقد طارق العلي انه كان متسلل، بس وقت شارك طارق العلي الحكم تيسير بدر عم يرفع رايته ليعلن عن حالة التسلل بالبداية لأنه ما شارك ما رفع الراية، بس وقت دخل على الكرة. هذا كأس السوبر يلي بيسبق انطلاق الدوري العام، هل رح يكون لقب ثامن لفريق العهد؟ ثلاث دقائق ونص بتفصل فريق العهد عن لقب جديد، عن مشوار جديد، عن كأس جديدة رح تدخل خزاين النادي. ألفريدو جريديني بيتقدم، ألفريدو بيلعب الكرة داخل منطقة الجزاء، الحاج مالك بيتقدم بيدخل منطقة الجزاء، الحاج مالك محاولات وصولي سعد بيسدد، بتصطدم بالحاج مالك بإيده للحاج مالك. يا حاج مالك يا حاج مالك شو بدك؟ وقفت بوجه للكرة، هلا مش بقصده ابدا، بس الحاج مالك ابعت كره سوني سعد اللي معقول كثير نشوف هدف كنا منها بالاعاده. خلينا نشوف الكره هون، سوني سعد سدد كره قويه كثير كانت، في لمسه يد واضحه كانت على الحاج مالك. محمد درويش ما راح يتاخر ابدا ليحتسب هالشيء. بالقانون الجديد كل لمسة يد على المهاجم تعتبر لمسة يد مقصودة مش مقصودة، بقصده مش بقصده، خلص هيدا المهاجم بيبقى المدافع تقدير هونيك عند الحكم. بس بالقانون الجديد أي كرة المهاجم بيلمسها داخل منطقة جزاء فريق الخصم لمست بإيده شو ما كانت هي لمسة يد. رمي التماس قد ما فيه لو عم يربح ثواني فريق العهد بالتنفيذ بده يربح ثواني. اخر دقيقتين قدام الفريقين، فريق العهد هل رح يتخطى الغيابات اليوم بصفوفه ويحرس الكأس؟ خطأ من عباس عطلي اونيكا على هيثم فعور مع بطاقة صفرة كمان لعباس عطلي. اليوم بطاقات صفر عديدة عم بتكون بهالمباراة. محاولات حسين منذر بسدد، حلوة 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 كثير هالكرة من حسين منذر، جرب حظه سدد كرة بعيدة، حتى الكرة اللي عم يلعبها نزيه أسعد كرة خاطئة، هيدا بدل التسرع يلي موجود. علي حديد عم بيخسر الكرة، علي حديد بتروح لعند الحاج مالك، الحاج مالك خميس خليل، حلوة 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 حلوة، المعتوق 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 بيلعب الكرة، والحاج مالك اليوم اليوم الحاج مالك ما قدر يسيطر عليها، ما قدر يستغل هالكرة، ما قدر يعمل شيء. يمكن كانت آخر محاولات فريق الأنصار الجدية بهاللقاء. حكم بيتابع اللعب وبيشتت، نور منصور بيشتت بده يهدي اللعب لأنه الضياع سيطر على لاعبي فريق عهد. نزار محروس عم يطلب من اللاعبين يتقدموا يلعبوا الكرات اماميه بسرعه ما يضيعوا وقت. طارق العلي برجع لهيثم فعور، هيثم فعور لعلي حديد، علي حديد علي حديد يحصل فريق الانصار على رمي التماس. اخر محاولاته بهالمباراه، محمد درويش عم يطلع على ساعته، اخر 25 ثانيه عدنان حيدر، اخر هجمات الانصار، هل رح ينجح الانصار
انه يعدل النتيجه ويجر فريق العهد لشوطين اضافيين. كره حسين زين عم بيبعدها مع خطا، مع خطا عم بيكون اخر محاوله للانصار، وبطاقه صفراء ايضا لفريق العهد بعد هالخطا. هون اخطا حسين زين، حسين زين بيقول له ما في خطا، ما في خطا ابدا على الطابه، نزلت على الطابه. محمد درويش عم يعتبر انه الخطا موجود، وحسين زين عم ياخذ بطاقه صفراء. واخر محاولات الانصار، من بعدها رح يعلن حكم المباراه نهايه اللقاء، او بفوز العهد او بالتعادل اذا نجح عباس عطي اونيجا انه يترجم هالكره. كل لاعبين فريق العهد بيرتدوا للدفاع، كلهم موجودين بالدفاع، لاعبين فريق الانصار كلهم بالهجوم، كل اللاعبين صاروا بمنطقه جزاء فريق العهد. خلينا نتابع ونشوف شو رح تكون هالكره، شو رح يعمل عباس عطي اونيجا بمواجهه محمد حمود. هل رح نشهد شوطين اضافيين او العهد رح يحرز كاس السوبر للمره الثامنه بتاريخه؟ الكره مهمه كثير، اونيكا الضغط عليك، الامل عليك من جمهور فريق الانصار يلي عم يتابع المباراه كان بالملعب او عبر شاشه الام تي في. بينما محمد حمود الضغط كمان عليك وعلى دفاع فريق العهد لتخلصوا هالكره وتقدروا تروحوا لكاس جديد. عباس عطوي بيسدد وبيبعدها بالوقت المناسب، محاولة جديدة لفريق الانصار بعد تسديدة من داخل منطقة الجزاء، والحكم بيعلن نهاية المباراة. والكأس غالية، كأس عهدوية، فريق العهد بطل لبنان وحامل كأس لبنان، عم يحرز كأس السوبر، والخسارة الثانية على التوالي لفريق الانصار بعد خسارته كاس النخبه. بيجي دوره هالمره كمان وبيخسر كاس السوبر. واحد لازم يتعلم كثير وياخذ عده دروس وين الاخطاء صارت ليقدر يتفاديها فريق الانصار وفريق العهد قبل انطلاق الدوري. مباراه انتهت، مبروك كبير لفريق العهد، حقك لفريق الانصار، في رابح في خاسر، هيدي كره القدم. عرف كيف العهد بخبرته كيف ياخذ المباراة ويجر المباراة، والحج مالك عم ياخذ بطاقة صفرة هون من محمد درويش، محمد درويش اللي عم يعطي الحج مالك بطاقة صفرة بعد نهاية المباراة، وهيدي بيقدر بالقانون الجديد. مبروك كبير لفريق العهد اللي عم يتحضر ليستلم كأس السوبر للمرة الثامنة بمسيرته بعد الفوز يلي حققه على فريق الانصار بنتيجه 2-1. الشوط الثاني ما قدر فريق الانصار انه يسجل هدف التعادل على الاقل، فريق العهد عرف كيف يحافظ على تقدمه مع جمهور العهد اللي عم يشوفه بمدرج الرئيس الشهيد رفيق الحريري بصيدا، وقنين المي يلي عم تنزل على ارض الملعب. يعني الامور خرجت عن السيطره تماما، والانصار منا نهايه الدنيا ابدا، الانصار بيقدر يرجع وبيقدر يعوض وبيقدر يدخل على مباريات الدوري كمان ويكون منافس اول على اللقب. هيدا امر اكيد وهيدا امر طبيعي. العهد اللي عم يتجي صوب جمهوره ليحيي جمهوره بعد اللقب يلي احرزه، وتحيه من لاعبي فريق العهد لجمهور فريق العهد. فاذا كاس السوبر ولقب جديد عم بيكون عهداوي، اول مره العهد احرز كاس السوبر بموسم 2004-2005. هون الاهداف، محمد حمود خطا بمرمى فريقه، كره فاجاته لمحمد حمود من بعد ما كان عم جرب خليل خميس انه يبعد هالكره. من بعدها لاعب التونسي العكيشي بيسجل هدف التعادل بكل بروده اعصاب، بس الهدف الاجمل، شوفوا الهدف الاجمل يلي الكل رح يحكوا عنه والكل رح يتذكروا العكيشي، هيدا على طريقه مارادونا وعلى طريقه ميسي يلي بيخترق من ورا نص الملعب وبيتخطى اللاعبين وبيسدد على يمين الحارس،
وبينجح بالنهاية لعكيشي انه يسجل هدفين نجم المباراة من دون منازع، وبيقدر يقود فريقه لفوز غالي كتير بتسجيله الهدفين بهالمباراة بالرغم من غياب عدة لاعبين. هيك المباراة عم تنتهي، بس ما انتهت ابدا عند جمهور الانصار يلي منه راضي ابدا عن نتيجة المباراة، بينما جمهور العهد عم يحتفل بالفوز لاعبين العهد والحاج محمد عاصي. خلينا ننتقل عن زميلنا شربل لنشوف الاجواء من ارض الملعب مع نهاية المباراة. تفضل شربل. يعني للاسف فارس على ارض الملعب الامور ما عم تنتهي بروح رياضيه تحديدا من جمهور فريق الانصار، يعني فينا نقول عم تشتي اناني على ارض ملعب صيدا البلد. ايه نحن حتى صرنا ماي كابتن جمال حاج، يعني الحمد لله على السلامه. مشهد يعني كنا ما بنقبل نشوفه من قبل الجمهور الانصاري، ما بعرف على مين عم بحط الحق تحديدا بخسارته، لكن اكيد الامر الاكيد انه فوز مستحق للعهد لانه بيعرف كيف يخرج من المباريات وهو ربحان. مثل ما حكينا بالشوطين انه الشخصية القوية، شخصية الفريق البطل، الثبات، الصبر، الثقة بالنفس، الثقة بالمجموعة كانت السلاح الأقوى بالنسبة لفريق العهد اليوم، قدر يفوز بالمباراة. فهذا اللي بيفتقده فريق الأنصار حقيقة، لعمل على شخصية الفريق، على العمل على الاستقرار والثبات. لازم هذا، لازم يكون في ثقة بين الجميع، خاصة بين الجمهور والإدارة والفريق واللاعبين، وإلا هيك خل الفريق عند الأزمة إلى حد ما. يعني فريقين النجم والأنصار متشابهين إلى حد ما، فريق الأنصار والنجم متشابهين، يعني حين الأزمات لازم هون يبين المعدن، بين الأشخاص الرجال أصحاب المواقف يعرفوا كيف يتخطوا الأزمات، وإلا عندما بيصبح الجمهور بهالشكل بيزيد الأزمة للفريق. فهذه المفروض جمهورنا يتحلى بالصبر، يتحلى بثقافة رياضية لحتى يقدر يكون عامل مساعد لفريقه مش عامل مضر، لأنه مع الوقت الأزمة بتمرق. ما في في نادي ما يمر بأزمة، لكنه الأزمة اللي الفريق الأفضل هو اللي بيتخطى الأزمة بسرعة. من هو اللي مشكلته ما تطول أكتر هو الفريق الأفضل. أنا أزمة حاليا على المدرجات، جمهور الأنصار أيضا الأسهم النارية على قوى الأمنية. نحن أيضا صرنا ماي من وراء الأناني اللي نزلت علينا. يعني كابتن بانتظار تتويج فريق العهد على أرض الملعب، يلي فينا نقوله أنه رغم كل المشاكل والمعاناة يعني اللي داخل نادي العهد، اللي خاصة موضوع الإصابات والغيابات، قدروا يفوز موضوع اليوم. عدم التحضير بشكل مركز للمباراة، يعني تعرقل التحضيرات له. بس ما بدي أقول شغلي، ملاحظات على فريق الأنصار زادت حتى بعد مباراة اليوم بالوقت يلي كنا ناطرين أنه تتخلص بعد صحيح. تتخلص بعد مباراة نهائي كأس النخبة. صحيح. العهد يعني رغم كل المعاناة اللي كان عم او مشاكل اللي عم بواجهها قدر يتعامل مع مباراة اليوم، قدر يفوز بالمباراة. لكنه برجع بقول لك مش هذا هو مستوى العهد الحقيقي اللي اذا بده ياخذ اللي او نهى فيه الموسم الماضي، اذا بده ياخذ كأس الاتحاد الآسيوي، اذا عنده مباراة الجزيرة الفريق لازم يكون بجوزية بدنية وانسجام وحتى ما نوعية اللاعبين بشكل اعلى. اليوم العكيشي فينا نقول عمل دور كثير كبير، عمل الفارق، عمل الفرق، قدر يفوز فريق العهد. لكنه كمان بيرجع العهد والانصار بحاجه ليقدموا اكثر، خاصه زي ما شفنا بالدوري انه فريق النجمه بالاسبوع الاخير او بالعشر ايام الاخيره اصبح بشكل افضل، وضعه افضل كثير على المستوى الفني. صحيح عنده الانصار كثير خيارات كان على مقعد البدلاء، لكن التبديلات كانت يعني ما في يقول عملت الفارق بمطرح معين، لانه كانت تبديلات يعني بغض النظر يعني دخول محمود كوجوك بمحل حسام اللواتي، التبديلات كانت اذا فينا نقول الفارق تبعها محدود. كان لانه كان لاعب ما كان لاعب ينزل، كان ممكن يكون في خيارات اكثر، خاصه بعد خروج العكايشي بالربع ساعه الاخيره، كان ممكن الفريق الانصار يلعب بثلاث مدافعين، يعمل كثافه عدديه بالبلاصه الهجومي، خاصه انتشار بعرض الملعب، هذا اللي ما شفناه. بالوقت يلي حاليا فريق العهد عم يحتفل بالكأس السوبر للمره الثالثه على التوالي والثامن بتاريخه. كابتن جمال يعني على وقع الاحتفالات العهدويه بعده على العهد المرشح الاول لللقب فينا نقول، وهل سؤال ثاني دغري سريعا قبل ما نختم، هل الانصار تلقى ضربه معنويه فعلا قبل لقائه مع النجمه؟ سريعا تلقى ضربه، اكيد تلقى ضربه. اذا هيدا هيك، اذا هيك بيتعامل الفريق مع الازمه كان بالملعب ولا خارج الملعب، اكيد تلقى ضربه. ولا لازم يكون في هذا حكيتك اياه قبل المباراه، خاصه بعد ماتش لازم يكون في وعي وفي تقييم الفريق، مش معناتها انه لازم يربح كل المباريات، اهم شيء يكون في وعي والفريق المنيح اللي بيخرج من الازمه بسرعه. هيدي هي كيف تدارك دغري الازمه والمشاكل اللي عم بعانيها. بدي اشكرك كثير كابتن جمال، اما تصور الامور على كل حال بالملعب. شكرا لكم ايضا مشاهدينا على متابعتكم لمباراه الكاس سوبر. موعدنا بيتجدد يوم الجمعه المقبل ان شاء الله بافتتاح دوري الفا والدوري الكبير بين النجم والانصار. الى اللقاء.